اهلا بيكم في فيديو جديد. موقع الويفا للربح من الانترنت او للربح من توقعات كرة القدم. وخليني في البداية كده اقول لك ان الموقع ده من وجهة نظري انا كأحمد ان الموقع ده عبارة عن قمار. وطبعا انا قلت الكلام ده في الاول ما سبتوش لاخر فيديو زي كل مرة لان انا كان في موقع مش فاكر اسمه برضو توقعات كرة القدم كده وسبت الكلام ده للاخر فالناس زعلت مني وطبعا انا ما يرضنيش زعلك يا صاحبي فعشان كده قررت ان انا اقول الكلام ده في البدايه. طب في ناس هتطلع تقول لي لا يا احمد الموقع مش توقعات ولا حاجه، الموقع عباره عن انت بتنضم لجروب التليجرام بتاع الموقع وهو بيقول لك تختار مين وبكده انت بتكسب، انت مش بتخسر خالص. ده الكلام اللي بيتقال او اللي بيحصل. طب هخليني معاك للاخر ونروح للقصه ديت كلها يا صاحبي. خليني اقول لك ان قبل اخر تحديث للموقع انت كنت بتسجل على الموقع بتاخد 6 دولار وعلى كل واحد تدعي بتاخد دولار، ده جميل جدا. بعد اخر تحديث يا صاحبي ايه اللي حصل؟ لا هو القصه ديت ومفيش 6 دولار ولا في دولار على كل واحد تدعيه، لا الكبيره بقى ان هو بيقول لك دلوقتي انت عشان تشتغل او تكسب من الموقع يا صاحبي لازم تعمل ايداع، ومش بس كده حد السحب بدل 10 دولار اصبح 20 دولار. يعني الموقع قلب من قمار لاستثمار او لنصب بالاخر كده صاحبي. الموقع بعيدا عن تقييمه العالي جدا في مواقع التقييم، ولكن الفكرة مش في التقييم العالي على المواقع ديت، الفكرة في فكرة الموقع نفسها يا جدعان. انا شايف ان هي قمار وما ينفعش ان انت تشتغل عليها لانه حرام بكل تأكيد. انت لو قررت ان انت تدخل في مجال الاستثمار على ان هو استثمار يعني مش قمار، هو الحاجتين خلينا متفقين بعد اللي حصل يعني، فبرضو الموقع يا جدعان يعني نهايته مش هتكون كويسة لان الموقع في اي لحظة ممكن يقفل، وبكل تأكيد ما انصحش اي حد ان هو يشتغل على موقع زي كده. بس كصاحبي اشوفك في فيديو تاني، سلام.